تقتطع الامراض نصيبها من واقع تتخطفه الحرب فتتمادى لتتسع دائرتها كلما تضاءلت او تلاشت الخدمات الصحيه وعلى مقاس الاقتتال ترتاد الامراض بانواعها اجساد اليمنيين المثقله باوجاع وتداعيات الصراع فتضاعف من معاناتهم هنا حيث تتجاور امراض مزمنه يشح علاجها بسبب الظروف الاقتصاديه مع امراض جلديه تستفحل على ابدان الناس ترافقهما امراض اخرى تسكن الجهاز الهضمي وجميعها تتفحص بلهفه عيوب حياتهم البائسه تقول اليونيسف انه تم رصد حالات جديده مصابه بمرض الكوليرا في العاصمه صنعاء وتعز واكدت المنظمه الدوليه للطفوله انها تقوم مع منظمه الصحه العالميه ببذل جهود على مدار الساعه لاحتواء انتشار هذا المرض يعد الكوليرا وباء معديا تسببه الجراثيم عبر الطعام والمياه الملوثه وتؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم معالجتها بسرعة ليست الكوليرا هي العدوى الحادة الوحيدة التي زحفت على اليمنيين على مرأى من المنظمات الإنسانية الدولية بعد اختفائها منذ سنوات فقد تباينت مسميات الأمراض وتعددت بفعل الحرب الدائرة بينما شحت الأدوية وعجز القطاع الصحي عن تغطية المصابين خاصة في مدن ومناطق الحرب ظهرت حمى الضنك وفضت المستشفيات والمقابر بالضحايا وكذلك الجرب انتشر في محافظات بعينها كعمران وأبين وغيرها من المحافظات كما عاد شلل الأطفال إلى الواجهة بعد توقف حملات التحصين اليونيسف وعلى لسان المتحدث باسمها كريستوف بوليرا قال إنه خلال السنة والنصف الماضية وحدها وبسبب تدهور الخدمات الصحية في اليمن توفي أكثر من عشرة آلاف طفل جراء أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال والالتهاب الرئوي يحدث هذا فيما تغيب وزاره الصحه المسؤوله عن ارواح الملايين وتحضر فقط في شاشات الفضائيات وعلى صدر الصحف والوكالات تتعذر بالحرب ونقص التمويل وافتقارها للامكانات اما الناس في الداخل فليس عليهم سوى الاعتياد على الموت برصاصه او قذيفه قاتل او مرض يشهدونه داخل مدنهم ومناطقهم كل يوم فمنهم من يحالفه الحظ بالنجاه ومنهم من يغادر الحياه